طلبة الصف الحادي عشر أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم المعلمة أشواق حسين طبش وسأكون معكم في تكملة درس وحرق الباه للمتنبي ويتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تتعرف إلى الشاعر قائل النص تبين مناسبة النص تقرأ الأبيات قراءة جهرية سليمة ممثلة للمعنى، وأن تفسر المفردات الجديدة الواردة في هذه الأبيات، تستنتج الفكرة العامة والفكرة الجزئية التي تدور حولها هذه الأبيات، تحدد نوع الأساليب والأنماط اللغوية، تستخرج مواطن الجمال، وأخيرا تعرب بعض الكلمات الواردة في الأبيات إعرابا وافيا. بداية عزيزي الطالب، من قائل النص؟ قلنا سابقا أن قائل النص هو المتنبي واسمه أحمد بن الحسين الكندي الكوفي ولقب بالمتنبي ولقب كذلك بشاعر العرب وهو من أشهر شعراء العصر العباسي أين ولد الشاعر؟ ولد الشاعر في كندا بالكوفة ونشأ فيها ونشأ في باديتها وتعلم الفصاحة هناك ما مناسبة النص؟ قلنا سابقاً أن مناسبة النص هو جراء خلاف حصل بينه وبين أمير حلب سيف الدولة الحمداني وهذا الخلاف كان بسبب أن الحساد والوشاء أوغروا صدر سيف الدولة على المتنبي فبالتالي قال هذه الأبيات معاتباً إياه عتاباً رقيقاً ولو لاحظنا عزيز الطالب أن هذه الأبيات تحتوي على الكثير من الفخر من أبيات الفخر يتخللها العتاب، وقلنا السبب في ذلك حتى لا يظن أحدهم أنه طامع بالمكاسب والمنافع منه، فنحن نعلم أن الشعراء يستكسبون من وراء قول المدح في الملوك والأمراء. ووضعنا فكرة عامة لهذا الدرس، وهي المتنبي يعاتب سيف الدولة الحمداني ويفخر بنفسه، ثم قسمنا الدرس إلى فكر جزئية، وبقي لدينا فكرتان وهما فخر واعتزاز وتبدأ من البيت الثامن حتى البيت الثاني عشر، وكذلك فكرة بعنوان عتاب وكبرياء وتشمل الأبيات الثلاثة الأخيرة، لنرى الفكرة الثالثة والتي بعنوان فخر واعتزاز، يقول المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي أنا الثريا وذان الشيب والهرم هيا ننتقل إلى معاني المفردات الجديدة الواردة في هذه الفقرة مل بمعنى امتلاء معناها الصرفي هي مصدر للفعل الثلاثي ملأ جفوني مفردها جفن وتعني غطاء العين جراها أي بسببها القرطاس هو ما يكتب عليه من ورق أو صحف أو غيره وجمعها قراطيس ضم أي جمع ولم ووزنها فعل وهي فعل مضاعف ثلاثي الثريا هو نجم شديد اللمعان هيا ننتقل إلى تحليل هذه الفقرة بداية على يدل قول الشاعر أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم يدل هنا على جمال شعره وقوه معانيه وفصاحته سؤال اخر بما يفتخر الشاعر في البيت الثامن البيت الثامن هو الذي يقول انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم يفتخر هنا بمقدرته الادبيه الفائقه ننتقل الان الى سؤال اخر ما العاطفه المسيطره على الشاعر في هذه الابيات العاطفة المسيطرة على الشاعر في هذه الأبيات هي عاطفة الفخر. البيت العاشر كناية عن ماذا؟ البيت العاشر الذي يقول: فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هنا كناية عن بطولته وشج وشجاعته وجرأته وبلاغته وكذلك ذيوع صيته. لماذا قدم الخيل في هذا البيت؟ قدم الخيل في هذا البيت ليدلل على شجاعته في خوض المعارك، وهذا البيت هو الذي قتل صاحبه، اي اذا سُئلت عزيزي الطالب في اسئله ثقافيه او ادبيه ما البيت الذي قتل صاحبه؟ فستقول: فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والرمح والقرطاس والقلم، ففي هذا البيت عُير المتنبي وهو في مرحله فر، فرجع الى الجيش وقتل هناك. فكان السبب في مقتله. نوع الأسلوب في قوله ما أبعد العيب والنقصان عن شرفي، ما نوع ما هنا حتى نتعرف على نوع الأسلوب. هذه ما التعجبية. إذا الأسلوب هنا أسلوب تعجب الغرض منه النفي. ما العلاقة بين العيب والنقصان؟ لاحظ عزيزي الطالب أن الكلمتين تحملان نفس المعنى فبالتالي العلاقة بينهما. أحسنت عزيزي الطالب. العلاقة بينهما ترادف. وضح الصورة في قوله أنا الثريا. هنا تشبيه بليغ، فلقد ذكر طرفي التشبيه المشبه والمشبه به، فسنقول تشبيه بليغ حيث شبه نفسه بالثريا وهنا دلالة على علو منزلته وفخره بنفسه. سؤال آخر، وضح الجمال في قوله أنام ملء جفوني. هل الجفون تمتلأ؟ إذا هنا شبه الجفون بوعاء يملأ وفيها كناية عن راحته وسكينته وطمأنينته وفخره بشعره. على من تعود الضمائر المتصلة في كل من؟ لفظة شواردها ولفظة جراها. بداية شواردها، ضمير الهاء هنا يعود على الكلمات في قوله: "وأسمعت كلماتي" أما كلمة جراها فالهاء الضمير المتصل يعود على لفظة شوارد فالمقصود جراء الشوارد من الكلمات التي أستخدمها، على ما يدل استخدام الشاعر لهذه الألفاظ القرطاس الرمح الجحفل السيف، الجحفل نحن نعلم أنه الجيش الكبير يدل هنا على تأثر الشاعر ببيئته فنحن نعلم ان الشعراء يتاثرون بالبيئه المحيطه بهم والتي يعيشون بها السؤال العاشر استخرج من الابيات البيت الدال على هذا المعنى سمعه الشاعر وصيته امتلات بهما الافاق ما البيت الذي يدل على هذا المعنى احسنت عزيزي الطالب البيت هو فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم ننتقل إلى الفقرة الأخيرة والتي وضعنا لها عنوانا وهو عتاب وكبرياء. هيا نقرأ. يقول المتنبي: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. إذا نظرت نيوب الليف بارزة فلا تظنن أن الليف يبتسم. شر البلاد بلاد لا صديق به وشر ما يكسب الإنسان ما يصم. ننتقل إلى معاني المفردات الجديدة الواردة في هذا المقطع بداية سركم أي أفرحكم ومضادها أحزنكم حاسد جمعها حساد وحسدة ومعناها الصرفي اسم فاعل من الفعل حسد بارزة أي ظاهرة نيوب أي أسنان ومفردها ناب وتجمع كذلك على أنياب ونيوب جمع كثرة وأنياب جمع قلة يصم أي عيب ومضادها يعز أو يزين ننتقل الآن إلى مناقشة هذه الفقرة على ما يدل البيتان الرابع عشر والخامس عشر الرابع عشر والخامس عشر ها هي إذا نظرت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم شر البلاد بلاد لا صديق به وشر ما يكسب الانسان ما يصم اذا نظرنا الى هذه الابيات سنت... سنجد انهما يحتويان على حكم ويدلان على حكمه الشاعر ومعرفته بالحياه وحنكته سؤال اخر لا تظنن ان الليث يبتسم ما الجمال هنا هنا تشبيه تمثيلي حيث شبه الابتسام المنافقين لسيف الدولة مع اخفاء الحقد بالليث الذي يظهر انيابه ويظن الرائي انه يبتسم ولكنه في حقيقة الحال يريد ان ينقض على فريسته وهذا البيت يدل على وجوب عدم الانخداع في المظاهر حدد نوع الاساليب التالية ان كان سركم ما قال حاسدنا انظر معي هذا الاسلوب يبدا باداة الشرط إذا هو أسلوب شر والغرض منه الإقناع بالحجة والدليل أسلوب آخر لا تظنن أن الليث يبتسم ما نوع لا هنا؟ أحسنت عزيز الطالب هذه لا ناهية إذا لدينا أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد شر البلاد بلاد لا صديق به انظر معي إلى كلمة شر هذه من أسماء التفضيل التي حذفت ألفها إذا لدينا أسلوب تفضيل ويوحي بتأثر الشاعر لعدم وجود صديقه وهو سيف الدولة، ما إعراب بارزة؟ بارزة موقعها الإعرابي في البيت حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وجمع كلمة نيوب جمع كثرة، لماذا؟ سنقول ليدلل على كثرة الحساد من حوله استخرج من الأبيات البيت الدال على وشاية الحساد بالشاعر. البيت الدال على هذا القول هو قول المتنبي إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. استخلص من القصيدة ثلاثا من الخصائص الفنية لأسلوب الشاعر من خلال قراءتنا للقصيدة سنستنتج ان هناك خصائص فنية للشاعر المتنبي وهي جزالة الألفاظ وفصاحتها، الإكثار من شعر الحكمة وكذلك جمال الصور البيانية وصدق العاطفة. ننتقل إلى نشاط آخر. فرق في المعنى بين الكلمات المخطوطة. يقول المتنبي: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ما معنى كلمة جرح هنا؟ هنا كلمة جرح معناها تمزق في الجسد، قال تعالى: "وهو الذي يتوفاكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما معنى جرحتم؟ جرحتم هنا أي كسبتم، وفي قولنا: "جرح المحامي كلام الشاهد، أو جرح كلام الشاهد، هنا جرح بمعنى أنه لم يقبل شهادته" ولم يقتنع بكلامه. ما القيم والدروس المستفاده من الابيات؟ هناك العديد من القيم والدروس التي نستطيع ان نستخلصها في حياتنا اليوميه، مثل الاعتزاز بالنفس وتنزيهها عن كل ما يعيدها، وكذلك الا نستمع لوشايه الحاسدين كما امرنا الله سبحانه وتعالى عندما قال يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كذلك ليس كل ما يلمع ذهبا وألا ننخدع بالمظاهر الى هنا نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم اشكركم لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته